هو الاكل اتاخر كده ليه؟ انا عندي ميتنج من الصبح لازم اروح انام بدري. يارا يارا ممكن تسيب الموبايل ده وتركزي معايا شويه؟ سوري سوري معلش كنت بشوف حاجه. شكرا. ثانية واحدة قبل ما تلمس أي حاجة. هو أنتِ لازم تصوري الأكل، ما تاكلي وأنتِ ساكتة. شغلي يا كريم في إيه؟ معلش صورة البوست بتاع النهاردة. هو لما تصورينا وإحنا بناكل وتخلي الناس تبص لنا في أكلنا بتسمي ده شغل؟ أيوة يا كريم شغل. هو يعني لو ما كانش شغل كانت كل الناس دي عملت لي فولو ولا كانت أكبر المطاعم كلموني يعني عشان أعمل لهم ماركتينج؟ كريم انت محتاج تتفتح على العالم شويه. في حاجات كتير قوي في الدنيا غير شغلك وفي حاجات كتير فايتاك. فايتني ايه بقى نصحه يا كريم؟ ده انت الوحيد اللي في العالم اللي ما عندوش فيسبوك. لا فيسبوك ايه، انا ماليش في الهري ده خالص. يا كريم ده انت مامتك عندها فيسبوك، دي تبعت لي ستيكرز. يا بنتي دول بيضحكوا عليك وبيضيعوا وقتكم في تفاهات. ما تبقاش قفل كده يا كريم. تصدق بقى انا هعمل لك فيسبوك دلوقتي. يارا يارا انا ماليش في الفيسبوك والكلام ده. عشان خاطري يا كريم ما عنديش وقت انا للكلام ده يارا لو سمحت. عشان حتى تعمل لي فولو وتشجعني يا. عشان خاطري يا كريم. يو يا يارا طب ممكن تاكلي بقى عشان انا لازم اروح الشغل الصبح. ماشي حاضر. كراميلا انت هتنام مش هتتعشى؟ لا يا ماما انا اكلت خلاص مع يارا، هنام بقى عشان عندي شغل الصبح. يارا قالت لي انك اخيرا عملت فيسبوك، هتعملي اد؟ لسه ما خدتش عليه والله، بكره بقى اعمل لك اد ان شاء الله. طب يا حبيبي تصبح على خير. انت من اهله. كريم انا بعت لك صوري انا لابسه بيكيني، ممكن تبقى تبص عليها؟ حاضر هبص عليها. أظن نوران معلش تسيسيني في الميل كده. حاضر هعمل كده. فين زرار التكييف؟ عبد الحميد فين زرار التكييف؟ دور هتلاقيه في جيبك يا باشا. ايه ده يا كريم؟ انت مش لابس بنطلون يا ابني؟ وكمان كوتونيل في الشغل؟ يا كريم انت هتضربني ولا ايه؟ ايه ده ايه ده؟ ايه الحوار ده؟ ايه ده في ايه؟ بقول لك انا جالي شغل. شغل؟ فاكره الواد كريم الشربيني ده؟ كريم الشربيني؟ غريبه قوي دي. هو ايه اللي هيفكروا بيك دلوقتي؟ بس هي غريبه قوي، بس شكله شايل مني جامد يعني. مش مهم مش مهم، دي حاجه كويسه جدا. يا سيدي ربنا يكتر من احلامه. يا رب. Finish him! كريم المدير عايزك حالا. تلعب فيفا؟ انجز هتلعب ولا دوس بلاي؟ ايه ده؟ وانا بشتغل ازاي وانا لسه متخرجتش؟ ده انا عندي امتحان الجبرا دلوقتي ولسه ما ذاكرتلوش. انا رايح الحفله هيبقى حصلني. ايه نوع الحلاوه دي؟ ايه كريم انت شربت كتير ولا ايه؟ ايه انت هتتمسخر هنا؟ انت مش وراك شغل. ما ورايش شغل ومش جاي الشغل بكره، انت ايه هتستعبدني؟ لا مش هستعبدك ولا حاجه. لا هستعبدك ايه؟ انا رايح اشوف مصلحتي. امال احمد فين؟ ما جاش؟ احمد عند الحلاق. طب ما يلا نخونه.
يلا، تعرف ان انا اصلا بحبك انت من زمان. تعال معايا الاوضه. ايه الحلاوه دي؟ اتفضلي. منوره الحفله. وحشتني، بقالي كتير قوي ما شفتكش. انا بقى بشوفك في احلام كتير. بس ايه الحلاوه دي يا بنت؟ وبيجامات وحتت ومعرفش ايه. انا شهيره وده الكلب بتاعي. انا شهيره وشهيره قوم يا كريم روح شغلك. يلا يا كريم، يلا يا كريم هتتاخر. صباح الخير يا نوران. صباح النور كريم باشا. ازيك يا عبد الحميد؟ هتسأل عليا؟ لا، مفيش غير المدير وعايزك تعدي عليه اخر اليوم. تعرفش عايز ايه؟ هيكون عايز ايه يعني؟ هو ايه اللي هيكون عايز ايه يعني؟ مالك يا عبد الحميد، ما تتكلم عدل يا باشا. كلك نظر يعني، هيكون عايز ايه؟ كلي نظر؟ روح اعمل لي شاي يا عبد الحميد، انا مش عايز رغي. هنا يا استاذ كريم، بس هتحاسبني دلوقتي ولا اخر اليوم؟ حاسبك على ايه؟ هو الشاي بقى بفلوس؟ يا بيه شاي ايه؟ انا اقصد حساب. انا ده انا ظبطتك جامد قوي. لا فهمني معلش وخليك دغري كده، انا مش فاهم حاجه. يا استاذ انت لحقت تنسى؟ الشمبانيا. طب بص يا باشا، خلص تليفونك وهاجي لك اخر اليوم. اخر اليوم يا باشا. الو الو، يا كراميلا عامل ايه يا معلم؟ ازيك يا علي، في حاجة ولا ايه؟ لا خير ان شاء الله، مفيش، كنت عايز اشوفك بس. اوعى تكون اشتغلت سمسار عقارات. لا سمسار عقارات ايه يا كراميلا؟ لا ده انا كنت عايز اخد منك فلوسي. فلوس انت كمان؟ هو انا اخر مرة شفتك كان امتى اصلا يا علي؟ انت يا ابني، انت مش لسه مكرباجني امبارح؟ انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ يا عم بقى امارة مكرباجتني بالتصوير البطيء يا عم. بطيء؟ عرفت الكلام ده ازاي؟ انت شكلك منهم بقى وهتستقبل ومش ناوي تدفع. ها عموما انت حر، بس ما تجيش تعيط في الاخر. ماشي يا كراميلا. هو ايه اللي عيط؟ انت هتتبلطج عليا تاني يا علي ولا ايه؟ بقولك ايه، انا مش فايلك دلوقتي، ورايا شغل. سلام. هي ايه الحكايه؟ صباح الخير يا ابله. صباح النور. استاذ كريم الشربيني ده موجود؟ كريم؟ لا انجزي يا حاجه، انا مدينه. موجود. طب حضرتك ينفع تستنى في الريسبشن تحت؟ شكرا كريم. ازيك يا كريم؟ ازيك يا فندم. صحيح دي كانت مامتك؟ بقى عدي عليا اخر النهار في المكتب. ها يا باشمهندس حسين، في حاجه غريبه عماله تحصل النهارده. الناس كلها عماله تقول لي هات فلوسي هات فلوسي، وفيسبوك لقيته بعت لي الفاتوره الغريبه دي. انا مش فاهم منها اي حاجه. مش انت مهندس الاي تي؟ اشرح لي. كريم حبيبي اهدى، وريني الفاتوره. خد شوف. باختصار يا كريم، الفيسبوك ليه الحق انه يخصم منك حق الحاجات اللي انت استخدمتها في الحلم عندك. بالنسبة بقى للناس اللي ظهروا عندك في الحلم، فانت هتضطر تحاسبهم مقابل ظهورهم في الحلم عندك. على فكرة الكلام ده مش من عندي، الكلام ده كله مكتوب في التيرمز اند اجريمنتس اللي في الابديت بتاع الفيسبوك اللي انت اكيد طبعا ما قريتهاش.
يعني انت اللي قريتها؟ لا طبعا ما حدش بيقراها. طب هو معقول اكون عملت كل الحاجات دي وانا نايم؟ ايوه يا كريم، امال انا اللي عملت؟ خلي بالك برضه يا كريم، انت الحلم بتاعك يعتبر هاي بادجت، انت اكيد ما كنتش متغطي كويس. يعني بص، انت في هنا مثلا عندك 35 جنيه حساب القهوه اللي شربتها من ستاربكس. بس انا ما اشتريتهاش. شربتها ولا ما شربتهاش؟ في كمان 140 جنيه المواصلات اللي اتنقلت بيها طول الحلم. انا ما ركبتش ولا مواصله طول الحلم. وهل يعقل ان انت تكون اتحركت لكل الحتت دي على رجليك؟ في كمان ده ايه ده؟ ده في 5000 جنيه جرافيكس بتاعت النطه اللي بالتصوير البطيء. انت عملت ازاي نطه بحجمك ده؟ حلم بقى. ده غير الكلب اللي ظهر في الحلم، ده بياخد 4000 جنيه في اليوم. يعني الكلب بياخد اكتر مني؟ وفي ايه كمان؟ ده 63 جنيه وجبه البريك بتاعت الكلب. لا يا استاذ حسين، ده حلم. يا كريم انا ما جبتش حاجه من عندي، ده حلمك انت مش حلم انا. كده كله على بعضه يبقى 9238 جنيه. ده غير طبعا حساب بقى المودلز والمجاميع اللي ظهروا في الحلم، دول لازم تحاسبهم بنفسك على فكره. لا طبعا مش هحاسبهم. اه لا بص يا كريم، ما تعملش كده. اسمع مني يا كريم، ما تعملش كده. بص يا كريم، لحد دلوقتي الناس اللي طلعت عندك في الحلم هم اللي يقدروا يشوفوا الفيديو على الفيسبوك، ومش هتقدر تمسحه لانه بقى انديليتابل. لانه ايه؟ انديليتابل، يعني مش هتقدر تمسحه غير لو دفعت لكل واحد حسابه. انما في خلال اسبوع لو ما دفعتش للناس دي، الفيديو مصر كلها هتشوفه، لانه هيتحول بابليك كابول. بابليك كابول. بابليكابل. يا نهار اسود. او تخش معاهم في محاكم بقى وحوارات ما انتش قدها. خلي بالك يا كريم، الموضوع ده مش مشكلتك لوحدك، احنا كلنا بنعاني من موضوع الاحلام ده. كريم بيني وبينك، انا مضيع نص فلوسي على مايا دياب. كريم، في واحد مستنيك تحت في الريسبشن. مين؟ لا مش عارف. ماشي. وانت حلمت بيا صحيح؟ بس يعني صراحه اتفاجئت. عامة قلبي كان حاسس والله، بس البنت إسراء قالت لي بلاش هبل. أهلا وسهلا، تحت أمرك. أهلا بك يا حبيبي. أنا هشام، خطيب شهيرة. لا بص، أنت أكيد مش فاهم، سيبني أشرح لك عشان الموضوع مش فاهم. من غير هري كتير. هي اتكسفت تيجي تاخد الفلوس فأنا جيت أخده. بس كده. طيب يعني هي بتاخد كام في الساعة أو في الحلم؟ أنا آسف. بالثانية. شيرة بتاخد 100 جنيه في الثانية. تستاهلهم بصراحة. تقول حاجة عسل؟ قصدي يعني ليه 100 جنيه في الثانية؟ هي ممثلة ولا إيه؟ شيرة نجمة يالا. شيرة أشهر نجمة أحلام في مصر. كونك بقى ما تعرفهاش دي مشكلتك، بس تخلينا أتغاب عليك. وحقنا للدماء، أنا عايز أعرف. هتدفع كاش ولا كريدت؟ لا بقى معلش، ولا كاش ولا كريدت. وعايز تفضحني اتفضل افضحني. طب نزل الفخده الضاني المعفنه دي بقى، عشان شكلها وحش قوي من هنا، انت مش فاهم حاجه. انا ممكن ألسعك 50,000 جنيه تعويض عادي بالراحه. تدفع كاش ولا كريدت؟ ايه هدفع كاش. عاش، رفعت الرجل بتكون كده. يا انت رجعت بدري كده ليه؟ مفيش، نسيت فلوس بس فرجعت اجيبها وراجع الشغل تاني. هتحاسب المدير، اوعى ما تحاسبوش. نعم، هو انت كمان عارفه موضوع الاحلام ده؟ امال ما قلتليش ليه؟ اقول لك على ايه يا ابني؟ ما كل الناس عارفاه. يعني انت كمان شفت الحلم بتاعي؟ اه شفته، بس الصراحه كنت مكسوفه يعني افتح معاك الموضوع ده. ما انت فاهم بقى. فاهم ايه؟ فاهم انه اكيد يعني ما تحبش الناس تشوف امك في وضع زي كده، ثم انت ازاي تحلم بيا بحاجه زي دي؟ هو انت عايز تاخدي مني انا فلوس يا ماما؟ والله ان كان عليا يا ابني مش عايزه، بس اعمل ايه؟ اصل حجزت عمره وعايزه ادفعها. Thank you.
ايوه انت عكستني. لا اقسم بالله دي بقى ما حصلتش. لا حصلت. يارا انا جايلك دلوقتي حالا، خليكي في البيت ما تنزليش، انا عايزك. استاذ كريم، استاذ كريم الحساب يا استاذ كريم. انا عايز افهم يعني ايه ما تقوليليش حاجه زي دي. انت دمرتي لي حياتي بجد. اجيب انا منين 300,000 جنيه دلوقتي حاسب شاكيرا؟ لا هو انا مش فاهمه انت ليه تحلم بشاكيرا اصلا. لا ده يعني كان حلم عادي كده. حلم عادي ازاي يا كريم؟ حلم عادي ما حصلش فيه اي حاجه. ايوه يعني كنت بتعمل ايه في الحلم؟ مفيش، ده هو انا كنت نزلت الشارع فشفتها كده كانت محتاسه فروحت لها قالت لي ان فردتها نايمه فانا رحت مساعدها بقى. بس كده؟ بس كده. اه طالما ان هو بس كده قلقان من ايه؟ بالعكس انا مش قلقان، ده انا هتصيد جامد لو الناس شافت الحلم ده. بس الفكره ان سعرها غالي قوي عليا. لا والله. وايه كمان؟ في ايه يا يارا؟ هو تحقيق؟ ما انت السبب في القرف ده كله، ما انا كنت عايش زي الفل من غير فيسبوك، لازم تعملي لي واحد يعني؟ انا مش فاهمه فين المشكله اصلا يا كريم. ما تعمل فلوس زي بقيه الناس. ما جاليش ولا مليم، ما فيش ولا واحد بيحلم بيا. هو انت ما بتحلميش بيا ليه؟ امال انا خاطبك ليه؟ ما انت قفل قوي يا كريم، قفل كده ومزنقها على نفسك. هو انت في حد بيشوفك يا ابني؟ عايز الناس تحلم بيك ازاي؟ ده ايه علاقته ده؟ بص يا كريم، الواحد عاده بيحلم بالناس اللي بيشوفها كتير. ليه؟ علشان عقله الباطن بيبقى فاكرهم. لكن طول ما انت ما حدش بيشوفك فانت اكيد مش حلم لذيذ بالنسبه لهم. بقول لك ايه يا نهى، انا خلاص ما بقاش معايا فلوس، شطبت اخر قرشين معايا كنت محوشهم اديتهم لشاكيرا. شاكيرا؟ حتى شاكيرا ما سلمتش منك؟ يعني ايه مش تديني فلوسي؟ لا طبعا مش هديهم لك يا بنتي، انت مرات صاحبي واخويا، يعني المفروض تسامحيني في الفلوس دي. اسامحك؟ اه طيب خلينا نشوف بقى صاحبك واخوك لما يعرف ان صديق عمره بيحلم بمراته وكمان نفسه يخونه معاها هيعمل ايه. بس ده حلم يا نهى، ما ينفعش تحاسبيني على حاجه زي دي. انت عارفه ان انا بعتبرك زي اختي. انا كنت فاكره كده برضو يا كريم، بس انت طلعت وسخ. الفلوس يا كريم والا هبعت الفيديو ده. لا 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 خلاص خلاص، خدي كل اللي انت عايزاه اهو خلاص. بس انت عارف انا ما شرفنيش ان انت تفضل صاحب جوزي، اخاف بصراحه. لا يا نهى لا ما تهزريش. استاذ كريم استاذ كريم يا جماعه الحقونا بدكتور.
سيبوه سيبوه يا جماعه، انا هتصرف واجيب له دكتور. بس قبل ما اجيب له دكتور، ايه رايكم نبص في موبايلاتنا كده بص نشوف لو حلم بحاجه جديده؟ I'm not afraid.